Flash Sport. أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. طاقم تحكيم عراقي لمباراة درب العاصمة بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي يوم الأحد القادم. مباراة بقيادة الحكم العراقي أحمد كاظم بمساعدة كل من أكرم علي جبار حسين فلاح منشد وكذلك حكم الفار في هذه المباراة في هذه القمة حكم عراقي هو وثيق محمد عبد الله. مباراة الدربي لحساب الجولة الثالثة اياب لمجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى 17 اذن يوم الاحد القادم في ملعب حمد العقربي برادس. النادي الافريقي في المركز الاخير برصيد 6 نقاط والترجي الرياضي التونسي في الصدارة في مجموعة التتويج برصيد 17 نقطة. الحكم العراقي حكم الدربي أحمد كاظم من مواليد 1991 متحصل على شهادة الدكتوراه من كلية التربية الرياضية جامعة بغداد متحصل على الشارة الدولية سنة 2021 اختير أحسن حكم لسنة 2023 في الاستفتاء الرياضي بالعراق. كان لعب كرة قدم لعب في فريق الشرطة العراقي في كامل الأصناف الشابة. يوم العشية الموعد مع مباراة لحساب الجولة الثالثة لمرحلة الإياب لمجموعة التتويج في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. مباراة منتظرة مع 5:30 متاع العشية في ملعب مصر بن جنات بالمنستير مواجهة بالاتحاد الرياضي المنستيري والنادي الرياضي الصفاقسي. التحكيم لسيف الدين الورتاني وحكم الفار جلال السحباني. كالعادة مباراة ستكون منقولة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ذكر الاتحاد الرياضي المنصري في المركز الثاني برصيد 12 نقطة والنادي الرياضي الصفاقسي في المركز الرابع برصيد 9 نقاط. فريق الأولمبي الباجي يستقبل فريق اتحاد بن قردان في ملعب مجاز الباب يوم المباراة يوم الأحد القادم. مباراة لحساب الجولة السادسة إياب لمجموعة تفادي النزول في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. نعطيكم البرنامج الكامل الجولة السادسة إياب للبلاي آوت. غدر الموعد مع 3 مقابلات. المستقبل الرياضي بالمرسى يستضيف النادي الرياضي البنزرتي تحكيم أيمن فقير. اتحاد تتاوين يستضيف مستقبل سليمان تحكيم محرز الملكي. والنجم المتلاوي يستضيف القوافل الرياضية بقفصة تحكيم عامر شوشان. يوم الأحد الموعد مع مباراة وحيدة ملعب مجاز الباب يحتضن مباراة الأولمبي الباجي واتحاد بن قردان تحكيم لفرج عبد اللاوي. بعد الكشوفات الطبية راح بشهر ونصف للعب النجم الرياضي الساحلي أسامة عبيد. إن شاء الله سلامات لأسامة عبيد اللي تعرض لإصابة على مستوى الساق اليسرى في مباراة الملعب التونسي. بطولة الرابطة المحترفة الثانية اليوم كل الأنظار تتجه لملعب الطيب بن عمار بالعمران. مواجهة منتظرة بين شبيبة العمران وجندوبة الرياضية بقيادة الحكم باديس بن صالح. مباراة لحساب الجولة 11 لمرحلة الإياب لبطولة الرابطة المحترفة الثانية. اليوم الموعد مع مقابلات المجموعة الأولى. تتصدر كل المقابلات المباراة هذه شبيبة العمران وجندوبة الرياضية بطاقم كما قلت بقيادة الحكم باديس بن صالح. مباراة قمة منتظرة مباراة من أجل الصعود لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. شبيبة العمران في الصدارة برصيد 48 نقطة. جندوبة الرياضية صاحب المركز الثاني برصيد 47 نقطة. هامة جدا للزوز في رق المباراة هذه من أجل الصعود لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. باقي المقابلات بالنسبة للمجموعة الأولى في الرابطة المحترفة الثانية. مستقبل وادي الليل يستضيف النجم الراسي تحكيم حسني النايلي. سبورتيك بيناروس يستضيف نادي حملة تحكيم عبد الحميد بدر الدين. نادي القرب يستضيف جمعية تريانة تحكيم حسام الظاهري. هلال مساكن يستضيف أمل حمام سوسة تحكيم مجدي بلاغة. والشبيب القيروني يستضيف القلعة الرياضية تحكيم حسام الحاجالي. غدوة الموعد مع مقابلة المجموعة الثانية. هلال الشابة يستضيف أمل الركبة تحكيم خليل الترابلسي. مكر المهدية يستضيف مستقبل الرجيش تحكيم محمد علي ترشي. نجسر جلمة الملعب الجيبسي تحكيم الشادلي شرفي. مستقبل جابس يستضيف أولمبيك سيدي بوزيد تحكيم عبد السلام ماني. أمل جربة مع محيط قرقنة والحكم فرجاني بن مناه. والترجي الرياضي الجرجيسي في قمة يستضيف أولمبيك مدني تحكيم لهيثم القصعي.
المنتخب الوطني التونسي ينطلق اليوم في التحضيرات الجدية استعدادا لمقابلتي الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات المؤهلة لمونديال 2026. المباراة الأولى ضد منتخب غينيا الاستوائية يوم 5 جوان القادم في ملعب حمد العقربي برادس. مباراة تنطلق 8 متاع الليل بقيادة الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيلي. والمباراة الثانية يوم 9 جوان القادم في ملعب أورلاندو بجوهانسبورغ في جنوب أفريقيا ضد منتخب ناميبيا. الرسم المباراة هذه تنطلق مع 5 متاع العشية بتوقيت تونس. اليوم الموعد مع حصة تدريبية في ملعب شاد ليزويتن تنطلق مع 5:30 متاع العشية. 5:30 متاع العشية بعد ما كانت مبرمجة مع 6 متاع العشية. قبل هذا الموعد مع لقاءات مفتوحة مع الزملاء الصحفيين لإجراء حوارات مع الإطار الفني وكذلك الملاعبية انطلاقا من 4:30 متاع العشية في ملعب شاد ليزويتن. يوم السبت الموعد مع حصة تدريبية 6 متاع العشية في الملعب الفرعي برادس. حصة ستكون مغلقة. يوم الأحد كذلك حصة تدريبية لكن صباحية 10 متاع الصباح في الملعب الفرعي برادس. حصة كذلك مغلقة. ويوم الاثنين حصة تدريبية 6 متاع العشية في الملعب الفرعي برادس كذلك الحصة هذه مغلقة. يوم الثلاثاء الموعد مع المؤتمر الصحفي للمدربين مدرب المنتخب الوطني التونسي ومدرب غينيا الاستوائية 6:30 مع منصر الوحيشي و7:30 المؤتمر الصحفي الخاص بمنتخب غينيا الاستوائية. نذكر بقائمة المنتخب الوطني التونسي 3 حراس مرمى البشير بن سعيد أيمن دحمان وأمان الله مميش في الدفاع فان يان فاليري حمزة المثلوثي منصر التالبي على غرام ديلان بران ياسين مرياح مرتضى بن ونس أسامة الحدادي علي العبدي وسط الميدان وكذلك الهجوم الياس سخيري عيسى العيدوني نادر الغندري محمد علي بن رمضان معتز الدام حمزة رفيعة محمد الحاج محمود غيلان الشعلالي الياس سعد سيف الدين الجزيري الياس العاشوري سيف فلا الطيف وجدي الساحلي القادم من فريق رادنيكي السربي وراقي العواني. دورة رولان غاروس للتنس البطلة التونسية أنس جابر المصنفة التاسعة عالميا تلعب اليوم مباراة الدور الثالث أمام الكندية ليلى فرنانديز المصنفة 34 عالميا. مباراة تنطلق مدى 9:30 متوقع أن المباراة هذه مع مدى 9:30 إن شاء الله بالحظ والتوفيق للبطلة التونسية أنس جابر إن شاء الله مربوحة أنس. كرة اليد نذكركم بقرعة بطولة العالم لكرة اليد كرواتيا والدنمارك 2025 من 14 جانفي إلى 2 فيفري 2025. المنتخب الوطني التونسي موجود في المجموعة الثانية صحبة المنتخب الدنماركي المنتخب الإيطالي والمنتخب الجزائري. باقي المجموعات المجموعة الأولى ألمانيا تشيك بولونيا سويسرا. المجموعة الثالثة فرنسا النمسا قطر الكويت. المجموعة الرابعة المجر هولندا مقدونيا الشمالية غينيا. المجموعة الخامسة النرويج البرتغال البرازيل أمريكا. المجموعة السادسة السويد إسبانيا اليابان وشيلي. المجموعة السابعة سلوفينيا إيسلندا كوبا والكافير. والمجموعة الثامنة المنتخب المصري كرواتيا الأرجنتين والبحرين. هكا نكملوا فلاش سبور متابعة طيبة للجميع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. إلى اللقاء.